بونجور، مرحبا بكم سير ما شان برينسا كيتشان. اليوم راح نديرو بيتزا امريكان بلا فيونداشي، ولي زانغريديون قاعدوك نكتب لهم لكم اون فرونسي اي اون عرب لتحت في لابار دانفو، تلقاوهم في صندوق الوصف. هنايا حطيت كاع لي زانغريديون سيك تاعي، المقادير الجافه، الفارينه ولا خميره في الديبي، خلطتهم خلطه خفيفه، ومن بعد زدت المقادير السائله يعني الماء والزيت، وراح نعجنوا هاد العجينه لمده 5 دقائق اوت فيتاس. الى عندكم البيتران سينو تقدروا تعجنوها بيديكم. وشنو من ديروا المقادير الفرينه غربلوها. هادو ما المقادير باش نديروا لاصوص تاعنا. انا راح نديرها بلا فيونداشي pour garnir les pizzas تاعي. après نتوما ديروا selon vos goûts كيما حبيتوا ديروها. تحبوا ديروا هكذا كيفي بلا فيونداشي وتجي بزاف بنينه. تقدروا مام ديروا هاد لاصوص لي بات تاعكم تاني تجي غايه وروعه في لو غو فرانشمون الا تحبوا لا فيونداشي. انا هنا راني نخدم بلو اجوار، راني نرحي في الحبه تاع الطوماطيش تاعي، وراح نسكر فجداني البصله باش يجوني دي مورسو فريمون صغار. ابري نتوما الا ما عندكمش لو اجوار تقدروا ترابوهم فينمو ولا تميكسيهم تاني تقدروا. وراني ديجا درت لكم اوبارافون بيتزا هيلتي الا تحبوا الماكله الصحيه بلا فارين كومبليت تاع القمح. نخلي لكم الرابط الفوق في البتي اي راهو يتافيشا عندكم، كليكي دوزو الا مازال ما شفتوش الوصفه ولا فيديو. بعد ما رحيت غايه الطماطم والبصله تاعي ندير شويه زيت في المقله تكون بروفوند، ونحط فيها طماطم مصبره اوسي عملي كليزي بيس. قلت لكم نخلي لكم المقادير لتحت في صندوق الوصل مكتوبين، روحوا شوفوهم. توجد رابيدمون هاد لاصوص، خلطوا بلا كويير اون بوا خلطه خفيفه، وقعدوا تزيدوا بيتي تابتي المقادير تاعكم كامل. اون فوا تشوفوا لا فيونداشي طابت ولاصوص تاعكم شربت شويه، ما لازمش تكون ليكيد كيما راكم تشوفوا، ما نزيدلهاش الماء، جوست هذيك لا طوماط والبصل كي يطلق الماء تاعها نخليه ينشف شويه، اي سي تو نطفي عليها النار. طابت لي على واحد 15 دقيقة هكا. بيان سور لا باتا بيتزا تخلوها تخمر لكم في لو بول تاعها لمدة واحد 3 سوايع، غطوها افيك ان طورشون وخلوها تخمر. لا بات كيما راكم تشوفوا تجي تتلصق. انا هاد لا بات راح ادي لي دو غروند بيتزا، الوزن تاعهم 584 باش يجوني ابوبخي كيف كيف، جو بريفير نوزنهم. راح نطيبوها في سنيوه كي فا او فور، طليوها بشويه زيت افيك ان بانسو كيما راني ندير شويه زيت بارتو. ديروا في يديكم شويه زيت وفي لاباط تاني وحلوها في الصنيوه بيديكم كيما راكم تشوفوني ندير، وسيو هذوك لي بوردور تاعها تخلوهم شويه منتفخين شويه طالعين. نتوما كي تحلوا هذه البيتزا تاعكم تقعدوا تدمروا هكا، دمروا لي بوردور هكا وخلوهم منتفخين. يبغي لاباط في تاليان نخلي لكم الرابط فوق تاع الوصفه راني ديجا درتها لكم، كليكي دوسيو باش تروحوا تشوفوها الا مازال ما شفتوهاش. نحط لاصوص تاعي فوق لاباتا بيتزا ونطليها بيان كومي الفو ان بو بارتو في الوسط. زدت فوقها فرماج رابي عمرتها بيان، وهنا كان عندي زيت زيتون الاخضر قطعتو هكا فوقها للتزيين، وندخلوها الطيب لمده 15 دقيقه على 380 درجه، الدرجه كاع العاليه تاع الفور تاعكم، والفور شعلوه غير من التحت. اي فوالا رانا لحقنا لا فان دو لا فيديو. جيسبر كي تكون عجبتكم لا ريسيتي كو راح تسيوها. سورتو ما تنساوش تخليو لي ام تي لايك بور مي فير بليزير، بارطاجي هاد لا ريسيت مع كاع الناس اللي تعرفوهم، ابونيفو الى مازال ما اشتركتوش في القناه، ونتلاقاو dans une autre recette.